السلام عليكم، كيف داير لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. بغيت نشارك معكم هذا الشكل الجديد ديال هذه الشمعه هذه اللي تم تقديمها كهديه، ويمكن ايضا نخدموها على شكل مجموعه ديال الشموع للاعراس. كنتمنى انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم الفيديو كالعاده ما تنساوش تشجعوا لي بالضغط على زر الاعجاب، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. واي تسؤال ولا اي استفسار خليه لي في التعليق، كذلك غادي نخلي لكم رابط الانستغرام اللي بغى يتواصل معي. اول حاجه كنحتاجها هي هذه الشمعه هذه. خديت القياس متوسط الحجم، رسمت هنا قلب في الوسط كما كتشاهدوا، يمكن لكم ترسموا في ورقه وديروه ببابي كربون على الشمعه. كذلك كنحتاج هذه الشميسه في اللون الازرق، وايضا غادي نستعمل هذا العقيق هذا اللي كيتلصق بالميكواد. دائما اللون ديال العقيق كيبقى اختياري. بالنسبه للصباغه فغادي نستعمل جوج ديال الالوان، غادي نستعمل اللون الذهبي وكذلك اللون الفضي اللي سبق ليا ملأتهم في القمع. الان غادي نبدا بزين الشمعه. اول حاجه كنبدا بالقلب كما كتشاهدوا، كنوضع غير نقط في الاول، كندير اللون الذهبي من بعد اللون الفضي، وغادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل القلب كله. وكذلك بالنسبه للتزيين كما غادي تشاهدوا، فكنزين مره باللون الذهبي مره باللون الفضي الشمعة كلها بالتزيين. الان غادي نخليكم مع الفيديو، كل شيء واضح في الصوره، لا داعي اني نكثر الهضره بزاف. مشاهده ممتعه.
هذا هو الشكل النهائي ديال الشمعة. كنتمنى انها تنال اعجابكم، يمكن لكم تقدموها كهدية للاصدقاء ديالكم او للاحباب ديالكم. نتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.